نرحب بحضراتكم مرة تانية. خلاص دلوقتي الكل بيستعد عشان ينزل أشغاله. خلينا نروح دلوقتي عشان نستعرض مع حضراتكم جولة برورية نبص على شوارع القاهرة والمحافظات. دلوقتي هنبدأ مع حضراتكم تحديدا من القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر والمتجه طبعا لو هنبص كده على المتجه ناحية غمرة هنلاقي سيولة مرورية، أما اللي مكمل في اتجاه العباسية فهنلاقي كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي فيه سيولة مرورية كبيرة، وهنفضل كمان ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وهنفضل كمان مكملين لحد كوبري الروضة في كمان بعض الكثافات. بتظهر كمان بعض الكثافات المرورية المتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا ل 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية المتجه إلى شارع عباس العقاد. كمان ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء. أما الطريق الدائري فبتظهر كثافات أعلى دائري المرج المتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم. هنروح مع حضراتكم ليه كمان شوارع الجيزة وفي إغلاق جزئي للطريق الدائري الأوسطي في ضوء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل العرضية لأعلى التقاطعات الآتية: محور مركزي، المحور المركزي الموازي، وطريق جمال عبد الناصر. ده هيكون لمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور. أما القادم من الدائري اتجاه أكتوبر لسه الطريق مغلق بسبب الاتجاه الإجباري من خلال نفق حازم حسن لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج. لو كملنا في شارع الهرم اللي بيشهد كثافات أيضا مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وظهرت بالفعل كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية وكثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل منطقة الطوابق حتى العشرين. كمان ظهرت كثافات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق كمان بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. هنروح مع حضراتكم لمحافظة القليوبية والقادم من الزراعي بتظهر كثافات مرورية بطريق اسكندرية الزراعي بسبب زيادة أحمال السيارات في الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا للقاهرة حتى الطريق الدائري واللي بقت يعني قليلة بشكل كبير بعد انتهاء أعمال توسعة الطريق، وبيشهد الاتجاه الآخر أيضا كثافات متقطعة وطبعا في متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. لكن بقى القادم من الزراعي متجه للدائري سواء الجيزة أو المرج هيلاقي هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة لكنها مش مؤثرة بشكل كبير. أما اللي من منطقة الدلتا وهيستخدم طريق شبرا بنها الحر عشان يتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع يفضل يمشي على محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد في شبرا الخيمة. نكمل جولتنا المرورية ونروح لبورسعيد تحديدا من شارع وجينا هنلاقي فيه سيولة مرورية، ولو كملنا على شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو، وهنروح على طريق طرح البحر اللي كمان بيشهد بعض الكثافات أو عفوا بعض السيول يعني سيول في سيولة مرورية الحمد لله. ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع.